أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الصلاة من الله على أهل البيت تشمل ثناء الله عليهم في الملأ الأعلى؟ نعم، الصلاة من الله ثناؤه على عبده، سواء كان الرسول أو أهل البيت أو المؤمنين. والذي يصلي عليكم وملائكته، المؤمنين، فالله يصلي على الرسول ويصلي على المؤمنين، وصلاته عليهم ثناؤه عليهم في الملأ الأعلى. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.